بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم من جديد. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، فيزيدنا علما ويزيدنا عملا ويزيدنا عملا صالحا تبيض به الوجوه وتنشرح به الصدور. ما بين يدي القاضي محمد بن إسماعيل العمراني أنقل إليكم هذه الحلقة الجديدة. حياكم الله يا قاضي، أرحب بكم. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيكم. أتيت أهلا ووضعت مسجدا. أسعدك الله وبارك فيك قاضي محمد. لدي سؤالين. السؤال الأول، ما الحكم في من يدعي أن المرأة لا ترث من مال الوقف؟ المرأة كالرجل في كل شيء إلا في ما نصت الشريعة عليها. جميل. فإذا كان الرجل هذا الذي مات كان بيد الشقية واقف، فلا مانع أن احنا نكسب التركة على الفرائض الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعدها توكل من يزرعها زوجها أو ابنها. جميل. أما نحن نخرجها، مات البيت ومع الشقية في هذا الأرض يجب أن ترث الشقية مثل غيره، وبعدها توكل أخوها أو توكل ابنها أو غيره. جميل. نفس السؤال سأل سؤال آخر حقيقة أنا ربما لم أفهمه كثيرا. يقول، ما الحكم في من يدعي أن المرأة لا ترث من مال تركه المورث الأب، وهو عبارة عن جرب وأراضي، بدعوى أن هذه الأموال هي أموال الدولة، مع العلم أن هذه الأموال لم يعد يؤخذ منها القسام للدولة؟ كل ما قسم بين الولدة يدعو كل امرأة نصيبة الشرعي من أي شيء كان. جميل. يعني بأي وسيلة كان؟ إلا إذا هو بيدعي أنه شقي البال، عمل، تعب، سعى، فالعباس إن أخذنا الشقية. قال لكنني صلحت البيت الفلاني، لكنني غرست العنب في المحل الفلاني. نقول لك هذا أنت عدول والثيتين عدول، وما قرر العدول شليت من الرأس، أدي لك وصله لا مقابله والباقي نقسمه، لا نظلمك ولا نظلمهم. إذا كان معك شيء فلا مانع إذا صح أنك تأخذ إجرتك ما يقرره العدلين. جميل. طيب قاضي محمد، هنا سؤال، يعني شخص يسأل يقول، هي امرأة حقيقة تقول أنها زوجها لعله لا يمضي في الأسبوع يوم أو يومان إلا ويقول طلاق أو يمين وطلاق. قال وقد تقول هي، سؤال طويل جدا، قالت قد تكرر هذا عدة مرات. قالت فأقول له ولو من باب كفارة اليمين كفر، قال أنا ما قلت أصلا، وينكر أنه يطلق. ما هو الحكم هنا؟ بالنسبة إلى لفظ الطلاق، قال حرام وطلاق، حرام وطلاق، ما تفعلي كذا وفعلات. نعم. حرام وطلاق كذا، هذا العلماء يقولوا هي كناية الطلاق. فإذا كان قد نوى بهذا الكلمة الطلاق فقد وقع الطلق الراضي أو غير راضي. وإذا كان نوى اليمين فعلي إخراج كفارة اليمين، والقول قوله وهو مصدق فيما يقوله عن نيته، ولكن عليه أن يحلف يمينا بالله العظيم أنه ما نوى الطلاق ولا أراد الطلاق فيرحم نفسه، ولا يحلف إلا على يقين. فإذا حلف فجرا والعياذ بالله فسيعاقب ويعذب مرتين، أولا لأجل اليمين الفاجرة، ثانيا لأجل بقاء المرأة وقد حرمت عليه. فكل امرئ يجب أن يتقي الله في نفسه ولا يكثر من لفظة الطلاق هذا. جميل. طيب قاضي محمد، الذين يقولون بالحرام والطلاق هذا، أحدهم يقول، يعني يقول أفتاه أحد القضاة أنه طلاقه الثالث لا يقع لأنه طلق امرأته وهي في حال الحمل، ما الحكم هنا؟ الناس يعتقدون أن الطلاق في حال الحمل لا يقع، يقول في آخر سؤاله علما أنها كانت حاملا، والجواب أن طلاق الحامل يقع وينفذ
بإجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. بنجيب عليه هذا ويقول علما أنها كانت حال الطلاق حاملا. فأنا أجوب عليه إذا أنا متحمس أقول الطلاق قد وقع، لأن الأمر الشرعي أن الطلاق في حال الحمل طلاق سني واقع مباح جائز وليس ببدعي، وإنما هو سني على جميع المذاهب الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. فقد قال العلماء الطلاق يكون سني ويكون بدعي. الطلاق السني هو الذي يقع حال الحمل أو يقع على المرأة في حين أنها قد طهرت من الحيض ولكنه لم يضعها حالة، هذه يسمى الطلاق السني، وهو حال الحمل أو حال الوطء أو حال الطهر الذي لم يقع الوطء فيه. أما الطلاق البدعي فهو أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، أو يطلقها حالة كونها طاهر ولكن قطع طافي. هذا يسمى عند العلماء طلاق بدعي، والطلاق البدعي محرم بإجماع العلماء، ولكنهم اختلفوا هل يقع أو لا. فذهب الجماهير من العلماء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والزيدية والظاهرية، قالوا يقع مع الإثم. الطلاق قد نفذ، وعليه إن أراد أن يراجع فيراجع، بشرط أن المراجعة تكون في العدة وبشرط أن لا تكون الثالثة. وقال هذا قول الجمهور، هذا كلام الجمهور. نعم. ولم يخالف فيه إلا الجعفرية، يقولوا أنه لا يقع. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الطلاق حال الحيض لا يقع. وكذلك السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير يقول لا يقع. أما علماء اليمن المتأخرين الأمير الصنعاني والشوكاني فقد اضطربت أقوالهم فيها. فالأمير والشوكاني لهم الشوكاني في بعض مؤلفاته قال يقع مع الإثم، وفي بعض مؤلفاته قال لا يقع، والأمير كان يقول أنه لا يقع، ثم قال أنه يقع في سبل السلام، قال أنه يقع، ومرك قال أنه متوقف، وأخيرا صنف رسالة سماها الدليل الشرعي على عدم وقوع الطلاق البدعي. قال فيلحق بسبل السلام. فللأمير عدة أقوال، مر كان يقول بهذا بأنه يقع، ومر كان لا يقع، ومر كان متوقفا. قاضي محمد، استكمال لما بدأناه في الأسئلة، هنا حقيقة سؤال طويل ربما أن نفرده في هذه ما تبقى من هذه الحلقة، وهو رجل يسأل يقول حدث حادث في إحدى الشوارع بحيث هنالك سيارة اصطدمت بأحد الأشخاص، ثم بعد ذلك ارتمى هذا الشخص إلى أمام سيارتي، يعني السيارة الأخرى، ودهسته سيارتي أيضا، فالضربة الأولى من السيارة الأولى كانت شديدة بحيث أن الشخص ارتفع بعد الصدمة وضرب رأسه في مقدمة السيارة على الزجاج الأمامي بحيث انكسر زجاج السيارة برأسه قبل أن يرتمي إلى أمام سيارتي. طبعا هذه الضربة ممكن أن تكون قد سببت ضربة شديدة على الدماغ. القضية هي أني لا أدري هل مات هذا الشخص نتيجة ضربة السيارة الأولى أم نتيجة ضربة السيارة الثانية. طبعا تحولت القضية للمرور وقالوا كالعادة على السيارة الأولى تتحمل الثلثين من الحادث، وسيارتي كانت ثانوية وتتحمل ثلث واحد فقط. المهم، هل الصيام يجب على صاحب السيارة الأولى ويجب علي أنا أيضا؟ هل وكذلك إذا كنت لا أستطيع الصيام هل أطعم 60 مسكينا، وخصوصا أن الصيام سيكون صعب علي؟ افتوني في هذا الأمر. أنا اختصرت حقيقة السؤال إلى حد كبير. عليه ما بينه وبين الحكومة
ما قررته الحكومة يسلم عليه. أما ما بينه وبين الله فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك فدية أبدا، لأن القرآن يقول صيام شهرين متتابعين، والناس يتوهموا أن هناك إطعام. الإطعام الوارد في القرآن وفي الظهار، أما في قتل الخطاء ما بش غير العتق. فإذا لم يجد عبيد عبد يعتقه ما بش غير الصيام، وما دام هو بيصوم شهر رمضان فعليه أن يصوم الشهرين المتتابعين. اللهم إلا إذا كان عاجز عن صيام شهر رمضان فلا مانع له أن يطعم عن كل يوم مسكين لرمضان ولهذا وللكفارة. أما كونه مشغول بأعمال فهذا ليس بعذر أبدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. ما أستشف من حديثك أمرين. الأمر الأول بالنسبة لقضية الدية أو غير ذلك، فإنه ما قررته المحكمة ثلثين وثلث على حسب ما قال المحكمة أو الذي بيصلح بينهم. جميل. وبالنسبة أو بما قنعوا به ولو عفوا. جميل. وأما بالنسبة الذي بينه وبين الله جل وعلا فيجب عليه أن يصوم هو والأول كذلك، من كان سببا فيصوم، وإذا كان السبب الاثنين فيصوم الاثنين، كل واحد يصوم. نعم. طيب لو قال لأنه قتل خطأ، كل قتل خطأ وكل من سبب في قتل فعلى أن يصوم شهرين متتابعين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جميل. طيب أنت ذكرت هنا وإن كان هنا سأتي عليه قضية أنه أن الناس يخلطون بين قضية الإطعام، أنه لا يجوز أن يطعم 60 مسكينا. الذي سؤال يسأل شخص الذي أتى أهله في رمضان ما بش 60 هنا. لا، أنت قلت الناس بيتوهموا أنه في الموضوع أن ما فيش إلا يا عتق يا صيام. عفوا، هذا الذي يجب عنه. يعني إذا قد عجز ما عاد بيستطيعش يطعم عن كل يوم المسكين، عن كل يوم ما تحاكش من 60. 60 هذا شيء ثاني. لكن إذا عجز عن الصيام هو قال لا أستطيع، يطعم عن كل يوم المسكين، عن كل يوم مسكين. نعم. إذا عجز تماما. نعم. أو يسلم للمسكين 550 ريال عن كل يوم، عن اليوم الواحد، عن اليوم الواحد. طيب قاضي محمد، هذا يجرني إلى السؤال الذي أتى أهله في رمضان وثم أتى فقلتم له أنه يجب عليه العتق، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 60 يوما. قال أنا لا أستطيع الصيام على الإطلاق، وهو يستطيع أن يصوم رمضان، هل يجوز له أن يطعم وهو يستطيع صيام رمضان؟ هذا حق الذي جاء مع أهله في رمضان، عاد في الترتيب عاد فيها خلاف. نعم. لأنه ما ورد في القرآن، إنما ورد القصة المشهورة هذا. نعم. فبعضهم قال لا يعدل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصيام، وبعضهم قال مخير. مش المسألة في من أتى أهله في نهار رمضان ليست مسألة إجماعية. مش هي المسألة الإجماعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، هي مسألة قتل الخطاء. لأن الحديث ما فيش فيه هذا تصريح كوله، بل المذهب الهادوي ما جعلش هذه الكفارة واجبة بل جعلها مستحبة. عجيب. الأمير الحسين في الشفاء، والإمام المهدي في البحر الزخار، والإمام المهدي في الأزهار، ينص كلهم على أن من أتى إبراته في نهار رمضان عليه أن يخرج الكفارة استحبابا. قال في مثل الأزهار وندبت كفارة مثل كفارة الظهار، جعلها هكذا. ولكن الشوكاني في السيل الجرار رد على صاحب الأزهار بأن الأوامر تدل على الوجوب. جميل. وكذلك في وابن الغمام رد على مؤلف الشفاء بأن الأوامر تقتضي الوجوب. لكن هل الهدوية يلزمون مع إذا كان هذا باب الاستحباب، هل يلزمه قضاء ذلك اليوم؟ أما القضاء فإجماع الهادوي وغيرهم. فنحن نقول لمن جاي يسألنا، أولا توب قبل كل شيء، ثانيا صوم اليوم الذي فعلت في هذا الشيء، ثالثا أخرج الكفارة أطعم أو صوم. لأن أكثرهم إذا قالوا يصوموا ما بيصوموش الشهرين، ولهذا
بنقول المسألة ليست قطعية وإنما ظنية خلافية، لا مانع أنه يصوم أو يطعم. نعم. بعد عدمه مسألة ثانية، ما حكم المرأة؟ ما بيسألوش عن المرأة، بيسألوا عن الرجل وينسوا ما يسألونا عن المرأة التي أتاها زوجها. النساء شقائق الرجال، ولهذا نقول هذه المرأة هي مكرهة مغصوبة مضغوط عليها أو لا. فإذا كانت مغتصبة مكروهة مكرهة على ذلك الفعل فلا توبة عليها لأنها لم تعصي ولا كفارة عليها، يمكن نقول أنها تقضي فقط. وإن كانت راضية فالنساء شقائق الرجال، لأنه عليها أن تخرج الكفارة وعليها أن تتوب وعليها أن تقضي. ما قلنا لأن بعض العلماء قال ليس على شيء، لماذا؟ قال لأن الرجل الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما سأله ما سأل إلا عن نفسه، وما أجابه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلا عن نفسه، ولم يتكلموا من النساء، فقالوا ليس على المرأة شيء. قلنا لا، الأدلة تدلت أن أحكام الرجال وأحكام النساء، وأن النساء شقائق الرجال في جميع الأحكام الشرعية إلا ما وردت النصوص، مثل ما عدم وجوب صلاة الجمعة، عدم وجوب الجهاد، أن إرثها على النصف من إرث الرجل أو غير ذلك. أما إذا لم يرد وهذا لم يرد، فحكم النساء مثل حكم الرجال في كل شيء، لأن المثبت مقدم على الساكت، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. بارك الله فيكم يا قاضي محمد ونفع بعلمكم، وأسأل الله جل وعلا أن يكون في هذه الإجابة استيفاء لكثير ما يسأله السادة المشاهدين. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله جل وعلا أن تصل هذه المعلومات إلى من يستفيد منها وإليكم جميعا من باب العلم من باب العلم النافع والعمل الصالح. باسمكم جميعا أتقدم بالدعاء والشكر لفضيلة القاضي محمد إسماعيل عمراني، وأتقدم بالشكر إليكم على حسن المتابعة، وأتقدم بالشكر لفريق العمل الذي أسهم معي في صناعة هذه الحلقة، كما قبل ذلك وبعده أشكر الله جل وعلا أن وفقنا لنقل هذه الحلقة إليكم. أجدكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحب تلقاك البدور، ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور.